معاك ياك حبابي. ركب اللور على القدام. دابا غادي خصني نفكر فيها سيتو. الله يستر. انت من صغرك وانا كنعرف مجرم خطير. الله فانت غتمشي ليا اللور. انا مزيان. انا غنركب وحدي شي قدام. الله يرحمك. عمي بوليزي خليني نمشي معاك القدام العاد. يلاه انا هاد الخطره غادي نخليك. يلاه مشينا سيدي على بركة الله. يلاه زيد زيد سيدي. هذا بس سي تحفة بالنسبة للداخل ديال السيارة، فكما تشوف هذا هو الحاسوب، هذا هو الأورديناتور ديالي اللي كنكتب فيه لي رابور، اللي كنقلب فيه لي بلاك دي فواتور، بالنسبة لواحد اللي عنده إلقاء القبض لمنتدى غايد. بالنسبة يعني كما كتشوف هنا بالنسبة للاكابين هنا، هادو بالنسبة للاكابين اللي عندنا هنايا. فهادو ديال يعني الراديو، هادو بالنسبة اللي كتشوف هنايا كلهم ديال الضوء، مثلا هادي كتورك عليها ديال الضوء كما كتشوف فوق. فهادو كلهم لي بوطون هنايا، كل وحدة عندها مثلا البوطون تاعها واش كتسيني فيه شي حاجة. دونك هادو كلهم أضواء. وبالنسبة لسيغين كذلك، بالنسبة لي بوطون د لسيغين تا هما هنايا، فما بغينا نخلعو حتى شي حد. فكما كتشوف حنا عندنا الحامل، هذا هو الرادار بالنسبة للازير. فهذا كتكون جا مثلا كاس في طوموبيل كنيجيش على اون فواتور اللي هي جايه مثلا بسرعه مفرطه، كنبرك على سيسي كوم ان بيستولي، فكيعطيني تقريبا سميتو السرعه ديالها. السرعه ديالها فهادي. فكذلك عندي الا كتشوف هاد لاباراي هادي، فهذا العلبه هادي كلها كيخرج منها لي تيكيت. ف الا كنت غنكتب شي واحد مخالفه كنطبعها من لورديناتور ديالي كتخرج لي هنايا. دونك ما كنكتبها لا بيدي لا حتى شي حاجه، كتخرج اوتوماتيكمون وكتمشي من هنا كتمشي ديريكتومون للمحكمه. ما كندفع حتى شي حاجه، لا ما كتدفعش حاجه، كتدفعها من لورديناتور ديالي كتمشي للمحكمه ديريكت. فهادي هي لوفيس ديالي ملي قريت وتخرجت. الناس عندهم المكاتب، انا المكتب ديالي هو هذا. تبارك الله عليك سي طه. الله شكرا.